طيب، يا حيا الله الشباب، يا اهلا وسهلا. ليش يا عبد الله زعلان من المواضيع كلها؟ حاصل حاصل 100% بتطلع انت من البرنامج، تطلع يمكن بعد ما تفوز يعني، ممكن الستيج هاي ان شاء الله اذا ربك كتب لنا. ايه باذن الله. كيف شعوركم بعد خروج يا مسعود؟ والله الشعور مثل اخ بطيب مبارك. ليش؟ شعور جميل جدا. صدمة، فقدنا احد المنافسين. شعور جميل عشان فقدت احد المنافسين. منافسة غير شريفة غير نزيهة هذه يا عبد الله. والله انها فقيدة في ذمتك. الله يحفظه والله يوفقه. وان صدمنا كلنا غير إدارة، ولا ندري شو نقول. سياسة مزابقة. إيه لازم، لابد. كيف الشباب البقية عساهم طيبين؟ الله يا ربك. هاي في اللي في اللوكيشن الثاني في المطبخ ذني يطبخون ياكلون. ايه بالعافية. وفي اللي تعبان وراقد. والمسجد ما أدري شو وضعهم. حسبت عديت المصاحف وعديت الفرشات عيوني تحولت ولا أغير الكاميرا اثنين. أنت وين مقيم يا ريان؟ أنا سكن. ايه خميس. في نفس الخميس؟ الله. في نفس الخميس. كم واحد الآن مجنون في البرنامج؟ واجد، أمكن أول نسخة يجي. اللي باقي موجودين ولا اللي طلعوا؟ اللي بشكل عام اللي كانوا موجودين. بشكل عام ممكن 7 أو 6 8. صح؟ 7. عدد كبير والله. غسان، بزبط هير. عبد الله الشهراني، ريان، سياف، سعد الشيري، بهاج. يحت. حسان الشراني. والله عدد كبير. ثمانية. قبلها كنتوا تعرفون؟ تعرفون بعض انتوا وياه؟ ما كنتوا تعرفون؟ لا، كان بين معرفة انا والشباب بس قليلة يعني، ما هو كثير. بس كان معرفة قبل البرنامج؟ لا. ما كان في معرفة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. زينين لا اله الا الله. طيب سؤال، يعني نجلس زين الحين. ايه اجلس زين. طيب عندي سؤال الان، في 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 المناطق الان ما فيه ديوانيات تجمع مشاهير وملتقيات او مجاميع تجمعهم؟ يعني مثلا مشاهير المنطقه الجنوبيه عندهم ملتقى ولا عندهم جروب معين ولا شيء؟ المفروض ما فيه في الجنوب. بس قصدك على حسب وين كنا قبل؟ ما كان فيه. لان انا في جروب موجود انا زي كذا، بس ما هم في جروب عندك؟ اي في، انا ضافوني فيه بس ما هم متفاعل صراحه. ضفني احس. ابشر ضفتك في النجوميه انت موضوعك. كيف كلكم سلام عليكم. سلام. كل ما قابلت واحد بقوم يقال سلمي على سلطان، قلنا يلا يا مرحبا. كنتوا سلام. يلا حيا. كيف الحال؟ طيب. بشري عنك. كيف الحال؟ شلون؟ عساك بخير. شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. إي والله بخير. بشري. كيف أموركم؟ أحمد الله ونشكره. عسى الأمور طيبة إن شاء الله. إي والله طيبة. عسى ما طولنا عليه. أبد يا حبيبي. هذا كتاب صناعة النجومية اللي كلمتكم عنه. يا سلام. واللي ودي تطلعون عليه إذا فضيتوا. عرفتوا؟ الكتاب ما هو موجود طبعًا في المكتبات، كان طبع من 4 نسخات، هذه الطبعة الثانية. وخلص من المكتبات، ما عاد ولا طبع. طيب ليش الطبعة هذه؟ 4 طبعات طبع. 4. ايه موجود في المعارض الدولية فقط، يعني عن طريق دار بلاتينيوم بوك. طيب هذا بخليه عندكم كلها. وهذا نفس القضية طبعا، من نسخة خطط نجوميتك وخلص، وما نويت صراحة اني اطبع منه طبعة ثانية. انا بكلمكم عن هذا الكتاب اللي يهمكم جدا، كتاب ممكن تقراه في نص ساعة ترى، على فكرة رشيق جدا. الكتاب يقوم على صفحة واحدة بس. اي والله. الكتاب يعتمد على الصفحة هذه، الصفحة هذه متكررة معكم في الكتاب 12 مرة. الله. الصفحة هذه تلقاها هنا برضه. هذا سنوي كامل. يعني لمدة سنة لو اشتغلت عليها تلاحظ أنها موجودة هنا برضه. تلاحظ أنها برضه موجودة هنا على كل شهر، هذه برضه موجودة هنا. ل 12 شهر. ل 12 شهر. وبين كل شهر وشهر في مجموعة مقالات وشغلات تحفيزية وخطوات وشغلات، عموما هو الكتاب يعتمد على الأسئلة هذه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أسئلة. تجاوب عليها هنا في الجداول الأربعة. حلو. يعني السؤال تقرأ وتجاوب. أنا الأربع جداول هذه أسابيع، أسبوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع. يعني مثلا السؤال يقول وش المهرجانات والفعاليات العامة اللي بتحضرها الشهر هذا؟ فلازم تحرك العلاقات العامة. والله في فعالية هدف. إيه. خلاص سجلها هنا، في فعالية هنا، ما في معناته عندك مشكلة في السؤال. السؤال الثاني
او وش البرنامج الصحي اللي بتلتزم فيه؟ يا سلام، الاسئله منوعه طبعا، مو كلها خاصه بفعاليات، في شيء خاص فيك انت. السؤال اللي بعده، وش المحتوى الاعلامي اللي بتقدمه عبر منصتك الاعلاميه؟ يا سلام، فتكتب لو تجلس نص ساعه بس بتجاوب عليه. السؤال ايه الحين انت تقول اول سؤال المهرجانات اللي بتحضرها وذي، ايه طيب انت تقول انها معتمده على العلاقات العامه. ممتاز، علاقاتك انت. طيب انا انسان ما عندي علاقات، جديد على السوشيال ميديا او ما في علاقات عندي، بس اني مشهور معروف عندي عدد. ممتاز، هل المفروض هم اللي يكلموني ولا لازم ابحث العلاقات؟ جاوب يا سلطان. هلا يا سياف. يا اخرس يا ود، انت تقول مصاب وهو مصاب؟ ترى اتهموك يا سياف. هلا اتهمت الخوية تمشي. يلا كيف الحال؟ طيب حلو مك، شلونك؟ حلو مبارك. طيب طيبين، كيف الحال؟ حلو مك، عساك بخير. طيب ان شاء الله. كيف الحال؟ كيف امورك؟ سلام تسوى. الله يسلمك. ولا تعبت ولا ندمت. حلو مك، عساك بخير. الله يبارك فيك. مرحبا ومسهلا. الله يسلمك. معذره على التاخير. ابد يا حبيبي. اول شيء انت قلت يا ابو مبارك وانا قلت جاوب يا سلطان. اول شيء انت قلت حاول تحرك علاقاتك للمهرجان اللي انت تبغاه. برافو عليك، حلو. ممتاز. ما هو المفروض انهم يجونك؟ مثلا عندي هدف مهرجان مثلا الملك عبد العزيز الابل، انك تبى تحضره، ما انت عارف فلان وفلان سلام وفلان. علشان السلامة. هلا خالد، الله حيه. كيف الحال؟ ارحب والله وسهل. الله حيه، كيف الحال؟ المهرجان اللي تكلم عنه حسين البيد البارح يقول لمدة شهرين مهرجان نجران، صح؟ صح. انت لك هدف انك تحضر مهرجان نجران، لازم يكون تواصلك مثلا مع حسين البيد. ممتاز، كمعرفه وكوصول. سلام. صح ان موهبتك تظهرك، بس وادائك يظهرك، لكن علاقاتك بعد اللي تظهر. فاهمك. جمهورك مثلا 500 الف في السناب، هذه علاقه، صح ولا لا؟ صح. معرفتك بالاستاذ سعيد وبالعيال اللي موجودين، هذه علاقات، فكل واحد يقدر يوصلك الهدف. هذا الكلام، هذا الجواب صحيح، واسمح لي اضيف عليه. ضف انت، تعلمني ابو. اول شيء انا عندي برامج، انا اكلمك عن نفسي. يعني احنا الفتره الماضيه عندنا في الشركه عندنا برنامج بنسويه خاص بالمشاهير. تدري لما اجي اتكلم عن مشاهير انساهم، انسى المشاهير. انا لما اجي يقولون مثلا الشباب عندي في الشركه نبي 4 مشاهير، كاني ما اعرف ولا واحد. طبيعه الانسان كذا يعني، ترى لما اجي في فعاليه في نادي البلد 4 صح، انا واحد دور الثلاثه ما يحتاج. سلمت عليه. سلمت. طبيعه الناس اللي عندهم مهرجانات ترى يمكن ينسونك، مو عشان تقليد منك، تلقى عندهم حوسه. صح. طيب انا لما اقول لك علاقاتك حركها، انا بنقلك الكتاب هذا. الكتاب هذا وقلت لكم عليه، واتمنى تقرونه برواق يعني بعدين. ايوه، في طبعا 5 ابواب. الباب الرابع ترى كلمتكم عنه، بناء فريق العمل. يا شباب، كلام للجميع، لا ينتهي برنامج وانت ما اخترت من جمهورك فريق عمل. الله. فريق العمل ذا يمر بمراحل اختبارات. انا احتاج الفريق العمل 4 علاقات عامه و10 حتى، ليش 4؟ احتاج واحد ولا وحده في الدمام، احتاج واحد ولا وحده في الحساء. اللي في الحساء هذه مثلا عنده فعاليه، هي بتعلمك، انت ما تدري على الفعاليه في الحساء، بس هي تقول الو عبد الله ولا في جروب ترى في فعاليه عندنا، تحب نخاطبهم؟ تحرك. اخاطبهم انا ولا هم فريق؟ لا هم يتحركون. يعني انا مثلا لما اكون انا من فريق علاقات العامه حق عبد الله الشهراني في بيشه، انا عارف الفعاليات اللي عندنا، انا لازم اكون نشيط. انا اول شيء، انت ليش اخترتني بس كذا؟ يفترض ما تختارني على انا بعد جيد. حلو. فانا عندي علاقات، قال والله في مهرجان التمور في بيشه، متى؟ بعد شهر. ابدا اقترح عليهم، ترى عبد الله الشهراني كويس، عنده متابعات وبيجيكم وكذا وكذا، كسوشيال ميديا تغطي وكذا. فهم يقولوا لك يلا جوهت. الخطوه اللي بعد المفاوضات الماليه وغيرها، هذه موضوع إيه. عرفت؟ فانا فاصير انا اقول لك عبد الله عندكم جروب فريق العمل هذا، إيه. عبد الله ترى في فعاليه في بيشه، تقول يطلع سلطان اللي هو مدير العلاقات العامه حقك مثلا في جده، يقول لا في فعاليه في التاريخ تبع مثلا جامعه كاوست. لا والله هم هذه. انت تبدا انت تنقي، انت تتحرك لحالك. ترى انا اقول الكلام هذا للمره المليون، تراك بتفشل. طيب اضافه، لازم تفشل، لازم فريق معك. هل فيه ماديه؟ لازم يكون فيه، اكيد بيكون فيه. يا يعني شباب، إذا تعاملتوا مع الشهرة أنها شو تطفي، إذا تعاملت معها أنها بزنس تستمر. الله. أنت تتعامل معها أنه والله بس شو ما شو حركات، الحمد لله ودعوني ما دعوني، يا شوف صورة سلطان في البوست ما جاني، أنت ضايع. لا أنا أتكلم أنا كمؤسسة إعلامية.
انا مؤسسه لازم احترم نفسي واحترم فريقي واحترم موهبتي واحترم العمل، حتى بروفيشنال لما اتخاطب مع جهه اتخاطب باحترام وبتقدير، الجهات بعد تقدر. والله يا جان عبد الله الشهراني وكان ادى اداء كويس واحترافي، مو بجار قد الفندق بقوه سحبنا يغطي بقوه، قام وجا وغطى وزعلان ومسوي فيها ابغى سياره ابغى لا بعد ناس يقدرون بعد كيف انا اجي اتعامل مع شخص بروفيشنال يعني. فانا مثلا لما اشوف مثلا واحد جبته مشهور عندي محترف اتعاطى معه مستمر بشكل، صار عندي عميل. صح حلو. العميل هذا اللي جيت انت مهرجان التمور في بيشه بيجوا ناس يسالونه كيف عبد الله الشهراني؟ قال والله ونعم والله غطى تغطيات حلوه، بيسوقك عند مهرجان ثاني فلحسا في حائل في جوف الزيتون. رساله من كلامك هذا الجديد علينا والله، ان شاء الله ان فرق الدعم يستمعون وينشطون المقوله اللي قلتها انت، يعني ابغى اطلع ان شاء الله كل شيء جاهز. ممتاز. وانا قلت الكلام هذا في حلقه سابقه واقولها اليوم، اللي يحبون الشباب دولة ما نبي رتويت وتعليقات وكف وبطل، هذه كلها يقدر يسويها اي واحد في كل منطقه. اللي عندهم قدره في العلاقات العامه صح. يتواصلون. اللي عندهم قدره في التصميم يتواصلون معه. اللي عندهم قدره في المونتاج يتواصلون. ترى انا اقول امون على الشباب واقول عليهم افترض انه الليله الكلام ذا كلام الرجال يبين الخير، افترض انه الليله هذه يا متابعين الشباب كلهم اللي طلعوا واللي باقي انكم تشكلون جروبات حقيقيه، ما نبغى ناحد بس يصفق، لا نبي واحد علاقات عامه. ما نبغى جروبات رتويت ايه ولايك. رتويت ولايك هذه كويسه، خلها نعتبرها فريق النشر. اداره واحده. لا اداره مستمره، خلينا نتعامل كاداره. اداره النشر اللي تقول والله انا والله لا اصمم ولا اعرف والله علاقات ولا اعرف شيء، شكرا خليك في فريق فريق النشر. لكن نبي المصممه. وترى الشباب افترض وانا اقول عليهم برضه انه ما في مجاملات، افضل تصميم هي بتصير مديره الفريق التصميم، ثلاثه اربعه، العلاقات العامه كل منطقه ترشح نفسها او واحد نفسه. المحتوى، الافكار، التقييم، التصميم، المونتاج، كل وحده عندها موهبه. وترى اقرا فريق العمل، انا تكلمت انا عن مواصفات فريق عمل النجم هنا في باب كامل، لاني انا مؤمن انه ما يمكن ينجح سلطان ولا خالد ولا سياف ولا اي واحد من الشباب ذولا اذا فريقه بس فريق عاطفي، لا اي ولا لا فريق عملي. وترى ارجع واقول افترض ان الفريق هذا يمكن يبدون 100 لكن اصلا يكون اقل، لو كانوا 10 ويفترض ان يكون لهم جزء من الايراد. ايوه كلهم مكافاه، لهم مكافاه يستاهلون، عرفت؟ فانا اعتبرها وظائف، انا ما راح اتعامل معها انها العلاقه، خلوها علاقه وظائف عمل، الشباب يستفيدون وانتم تستفيدون. جاء في فائده عن طريق العلاقات العامه تاخذ نسبتها. طيب حلو، اللي فهمته انه مثلا هو بيكون في 15 شخص على انحاء المناطق المملكه. حلو. ويصير اذا فيه مثلا خلينا نقول مهرجان مثلا في الدمام، الشخص اللي في الدمام يروح يتواصل معهم انه ترى فيه عبد الله الشهراني. خلني انا اعطيكم هديه مني. yeah. اللي منكم جهز فريقه بعد البرنامج ولا الان، اللي اذا جهز فريق انا اشوفه قبل ما ان شاء الله الحين قد جهز. مثلا اذا كان جهز فريق يقول لي والله عندي فريق الان جاهز، مش مكوناته 1 2 3، اقرا الكتاب هذا. حلو. اجلسوا فرشه عمل اليوم ولا بكره، قولوا وش المواصفات نحتاج؟ نحتاج مصمم، مصممه، نحتاج فوتوشوب، نحتاج والله كاتب محتوى ملهم، افكار، نحتاج جهزوا ذا وتكلموا معهم على الهواء، انتم علاقتكم مباشره معهم. لو اليوم ولا بكره اجلسوا قولوا يا جماعه الجمهور السلام عليكم، احنا ترى نحتاج واحد، كل واحد منا يحتاج 1 2 3 4، سووا جروب والدعم يختارون، اذا طلعتوا البرنامج انا مستعد ادرب فريقكم. الله يبيضك. انا فريقكم كل واحد منكم نجهز فريقه والله يكلمني انا ادربهم، ادربهم كيف يتعاملون، لانه احيانا ممكن يسيء لك واحد من فريقه كنت ما ادري. يعني مثلا تجي وحده علاقات عامه وترخصك وما تشعر بالله، ياخذ عبد الله الشهراني، خذ عبد الله الشهراني تكفون تركوا، انا كصاحب بقول لك ما ابي عبد الله الشهراني ذا ولا ابي وجه. صح. لازم يكون في طريقه احترافيه، طريقه في التعامل، في بروتوكول. هلا وسهلا، عليكم السلام، مرحبا، يلا حيه. طيب كيف الحال؟ عساكم بخير، طيبين، كيف الحال؟ والله ان قد تكلمنا في فرقه الدعم يعني احنا كيف نكافئهم حتى عملهم الحالي اللي طول البرنامج ودعمهم حتى في الريتويت والكلام والتصميم وغيره. واني كنت اقول حتى لبعض من العيال اقول انا لو طلعت ان شاء الله اللي يحتاجونه من دورات بوفر لهم، كل الفريق، كل اعضاء الفريق، امور تطويريه بوفر لهم. انا يمكن ما اقدر، يمكن عددهم كبير ما اقدر اكافئهم كلهم، لكن بحاول حتى تطوير مثلا انا حتى لو اقدم دورات في المستقبل بيكون لهم هم استثناء غير عن مثلا الاعضاء الباقي، اي عضو في فريق الدعم
كتطوير له لموهبته. هذه موهبة، عملهم اللي أنا أشوفه احترافي، فريق دعمي، فريق مثلاً دعم العيال اللي موجودين، كلن يشتغل ويتعب. ما يقصد أنا تابع، نقدم لهم أنا تابع، ما أنا أتكفل. أحسنت وأنا أقترح لكم اقتراح وأكرر عليه، تعاملوا مع أنفسكم لكم مؤسسات، ترى ما أنتم بفراد، إذا أنت فرد والله ما تروح بعيد ولا تروح ديرة. لكن أنا مؤسسة، طلع سجل وثيقة عمل حر، أو حتى طلع سجل مؤسسة، ترى في ثلاث دقائق طلع سجل مؤسسة، عرفت؟ والله إيه. طلع بس اسم اللي طلع، اسم اللي تبي والله، مثلا لو باسمك أنت أو باسم معي رمزي، يعني أنا شركة النجومية للأعمال، ثلاث دقائق سويتها، تفكرون مسويها في سنة؟ سجل. ترى الأنظمة الحكومية عندنا في وزارة التجارة مو بهذا الكلام تطبيل، أنا في القطاع الخاص، ما تتخيلون كيف السهولة. وانت جالس ولا تراجعهم ولا تروح لهم، تخلص اوراقك وانت جالس، ترى خمس دقائق، ترى خمس دقائق من مبالغه. اي مبارك، انا خابره بس انا اعرف ان السجل ذا تجاري يجي على المحلات. لا يجي، تفتح سجل لو انك هنا جالس، هنا تفتح سجل سهله. ابو مبارك هذا واحد بس، خليني اكمل فكرتي وابشر واسمع منك. الشيء الثاني، اذا بتتعامل مع الموضوع المؤسسه، تعال معك مؤسسه، ابحث انت تقول كيف، ما هي اركان المؤسسه، أركان المؤسسة HR شو موظفين، عشان ما تدخل في اختيار الموظفين، لا واحدة هي بتختار، تقول تعال يا فلانة ولا يا فلان، أحتاج أفضل مصمم، مصممين دول يقدمون عليها ولا عليه، وهي تختار. يعني أنا عندي في الشركة لما أعلن عن وظيفة ما أقابل، أنا أقول نحتاج مثلا مصور، HR يعلن ويقابل، إذا انتهى المقابلة يبقى بعد العقد أجي أنا، اختار لي ثلاثة، أختار من ثلاثة واحد. لكن تبيني قبل 2000 ما أقدر، أنا أجي في ساعة أقابل الثلاثة، أشوف أعمالهم أمورهم، تم طق وقعنا. فأنت خل عندك تشار اللي تختار، وخل عندك محاسبة اللي بتتعامل بأمور المالية، الأمور المالية اليوم لازم تكون دقيقة، كم دخل عندك، في عندك قيمة مضافة لازم تدفعها نهاية السنة. يعني الشغل خلوه مرتب، ترى بسيط بسيط الكلام قاعد أقول لكم إياه، عشان كذا أقول لكم، لكم مني دورة، أي واحد منكم يكتب من فريقه، أنا أجلس معه جلسة وأتعامل معه كان يتعامل مع شركة، هو وفريقه. أزانك سعدتنا بس نبي شغل، نبي أنا ما ودي. تفضل عبد العزيز. أنا يوم طلعنا 3 أيام العيد قمت أشوف أمور فريق دعمي، لقيتهم مقسمين الوضع على 7 أشخاص، واحد تصميم، واحد أفكار، واحد اللي يتواصل مع القناة اللي يودي، مقسمين أمورهم كاملة. فأنا قلت لهم نفس الكلام، قلت خلاص راح نتعامل كل نظام شركة، أي أحد يخطي ياخذ العقاب حقه، وفي دفع مادي كمكافأة كجائزة إذا تحسن الأمور. ف يوم دخلت كان في مشرفين واجد الإشراف، استفاجأت إلى طردي من نصهم، نفس ما تقول أنت يرخصني أنا كم شخص وطردوهم. فهل هذه تسمى شركة أو مؤسسة؟ لا، هو لازم أنت تكون أول شيء، أرجع وأقول لكم، أنت تتعامل مع الفريق باحترام، بس في نظام، في لوائح دائما. وانا ترى تكلمت في اول لقاء وثاني لقاء معكم عن اركان البزنس الناجح، قلت لكم التخطيط والنظام والقائد. النظام هذا وشو؟ وش اللوائح؟ متى كافأ حمد ومتى ما كافأ؟ متى اتعامل؟ لازم يكون النظام هذا واضح للجميع، متى اوافق متى ما اوافق، متى اوافق متى اقبله متى ما اقبله، يعني متى ياخذ راتب متى ما ياخذ. سلام عليك يا ضاحي. مرحبا ابو حمد. هلا. قبلتوا على الخميس؟ اي قبلنا. هلا. طيب شلونك؟ طيب ساحة. كيف الحال؟ طيب. يا هلا وسهلا. فهذا حديثنا اليوم، انا ما ودي يكون حديث بس سوالف، لا ودنا فعلا نستثمر ما بقي من وجودك في برنامج، انك تطلع وتلقى قدامك فريق منظم مرتب يساعدك ويشيلك وتشيله. ما ودي ان البرنامج ينتهي والجمهور يصفقون لك يوم يومين ترند ترندين وتضيع دج، لا تعامل مع الموضوع باحترافيه اكثر. وهذه هي النجوميه، يعني هذه هي النجومية. عشان كذا أنا لما كنت أتكلم عن النجومية في كتاب تكلمت عن 5 نماذج في آخر الكتاب، ودي تقرونها تطلعون عليها، ترى خفيف الكتاب، ترى فيها أفكار ما هي موجودة ترى، يعني لأنه اللي يتكلمون عن النجومية قليل جدا عالميا. هذه إيه، هذه لكم، هذه لكم. ولو طلعتوا إن شاء الله من برنامج بعد عمر طويل يصير إن شاء الله بيصير بيننا بينكم لقاءات. طيب أنا ودي أفتح مجال الأسئلة حول موضوع تكوين فريق العمل للمشهور، يعني كيف الطريق؟ اذا عندكم اسئله تفضل يا رياض. مثلا الثاني الاسود، انشات فريق اعلامي بحت يعني احترافي على الموشن جرافيك، على امور ثانيه، على ممتاز، على اذا باختصاص طال عمرك سكتشات مثلا عندي بدخل في امور الافلام السينمائيه هايدي، ولا لازم شيء بسيط؟ لا حلو يكون تبدا حبه حبه، لو جاء عندك فريق احترافي لا تاخر،
انت في الاخير تطمح لكل شغلك محترف. اذا جاء المحترف اهلا وسهلا، ما جاء ابدا باللي عندك، ابدا بالموجود، ابدا موجود وتدرج، بس خلي عندك طموح وخلي عندك مراقبه للساحه. انت تشتغل وانت تشوف العالم لنفسك، حط عندك واحد نموذج كبير تبي تصير زيه ليفل عالي شوي يعني. السلام ورحمه الله. هلا بسام. يا هلا يا هلا. يلا هي طيب كيف الحال؟ شلونك؟ طيب كيف الحال؟ تاخر خير ابد يا حبيبي، كيف الحال؟ هلا وسهلا. تكلم اخوي شباب وجو عن فريق الدعم، اي فرق عملنا الان فريق الدعم. شلون اخذ الان مثلا في البرنامج، بخلص من البرنامج ابي اقدم لهم مكافاه، ايش ممكن المكافآت اللي انا اقدر عليها وهم ممكن يتقبلوها ويستقبلونها؟ اول شيء خلينا نرجع لاصل العلاقه بين المشهور بين فريق الدعم. اعتقد ان الاصل العلاقه هي الاحترام وال 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 والتفاهم. وخلني اقول انا والله مثلا معجب باسلوب حمد حماده مثلا، فانا شجعته، هذه اصل العلاقه. يعني اصل العلاقه في الاساس ما هو قائم على منفعه، لا قائم على تقدير واحترام وجو البرنامج اصلا، ستايل البرنامج انه فيه مشهور وفي وفي جمهور. انا اعرف ومتاكد انه مستحيل يستمرون كلهم معك. ليش انا قاعد اقول يا جماعه شكلوا فريقكم الان وتعاملوا معه تعامل شركة، إنه والله أنا الفريق اللي كان يتابعوني 100,000 جمهوري أو 10,000 ترى في الأخير بصفالك منهم فعليا 10 20. صح. عرفت هم الـ20 دول لازم يكونون كفاءات برضه أصحاب احترافية. يعني ممكن مثلا في واحدة اسمها منى من جماعة حمادة تشجع بس ما عندها أي مهارة لأنها تشجع من جماعته وتقول يا أخي ودي فوز، حمية خلاص شكرا يا منى. لكن في وحده ثانيه محترفه جدا في مثلا المونتاج، انا احتاج هذه اللي تدخل معك بعدين في المكافآت. المكافاه اللي اليوم تاخذونها من جمهوركم او بتكافئهم انك التواصل معهم، الشكر المبدئ، لان العلاقه قلت لك علاقه احترام، فشكرا بيض الله وجههم. وانا متاكد ان كل واحد منكم، انا متاكد كل واحد منكم في داخله يعني امتنان كبير جدا جدا. صح. لكل وحده سوى تفضيل مو بس تعليق ولا لا. اي وحده كتبت ولا رتوتت ولا غلطت، انا متاكد كل واحد منكم وده يكافئها باللي يقدر عليه. بس انا ما اقدر برضه اكافئ برضه 100,000، لو من ريال راحت 100,000 ما اقدر، لكن اقدر اقول شكرا يعني. وهي جزء ترى على فكره، هي جزء برضه من التجربه. ترى انتم برضه هم على قدر ما هم مسويين معروف فيكم، انتم برضه مسويين معروف فيهم، دخلتون في جو ودخلتون في مشاركه في منافسه يعني. وفي انا اقول شغل ان شاء الله افضل من غيره. الخيار الثاني بالنسبه لها انها جالسه ما عندها اي شيء، لا دخلت في جو جمعي كبير وتفاعلت وجو إعلامي وجربت نفسها وتابعت. فانا ارجع اقول فكر بعد البرنامج، مو الان، بعد البرنامج انا كيف اصطفي من ذولا فريقي. والاصطفاء لا يعني ان انا الغي البقيه، لا ترى انتم باقين، بس هذول فريق عمل، يعني بيصير بيني وبينهم علاقة عمل، يعني بيصير اني احاسب واتحاسب بزنس. ايه اتحاسب برضه في الاخير، اذا صار سلطان من فريقي بكره العلاقة بيني وبينه ما صار زي علاقتي مثلا مع ضاحي اللي كان بس من جمهوري. علاقتي مع ضاحي علاقة احترام وتقدير بس، لكن علاقتي مع سلطان احترام ومحاسبة. ممكن بكره سلطان ايش سويت؟ ما سويت شيء، مفصول ما احتاجك، ممكن اصل المستوى هذا، ممكن يصير في مكافأة. ما اقدر افصل واحد ما يشتغل معي. انا ايش قاعد اقول؟ شغلهم. ايه هذا اللي انا ودي لو كل واحد منكم يا شباب الان اللي قدامي، انتم الان كم عددكم؟ 7 9. لو كل واحد منكم وظف 10، ترى انتم وظفتوا 90. نفسي والله انا مسوي الان كذا 90. ترى انتم لو 9 وظفتوا 90 برافو عليكم، انتم ساهمتم برضو في سوق العمل. بالله يا ابو مبارك ناشده في قدامنا، احنا ما نقدر نحدث الكاميرا. انا تناشدت ترى قبل شوي. خاطبتنا الجمهور قبل شيء، وخاطبهم سلطان وخاطبهم عبد الله. وانا ارجع اقول هذه، انا اتكلم الان عن فرص وظيفيه مستقبليه. اللي عندها موهبه في التصميم، اللي عندها موهبه في الفيديو، اللي عندها موهبه في الالهام في الفكره، صناعه الافكار، اللي عندها في العلاقات العامه، اللي عندها في صناعه المحتوى، اللي عندها فكره في مثلا عمليه الرشد النشر، اللي عندها فكره في عمليه اداره الازمات الاعلاميه، بكره صار ازمه اعلاميه كيف تتعامل فيها. ترى اعتقد ان الشباب يحتاجونكم، وما حملات التسويقيه الشباب ما يحتاجونكم فزعه، يحتاجونكم عمل بزنس. ساعدوهم وساعدوكم ان نجحتوا. ان والله جاء مثلا فريق ريان ونجح، الكل بيستفيد، ريان بيستفيد. ان فشلتوا ترى كلكم تخسرون، مو بس هو، حتى انتم. هذا الصح. فاذا تعاملتوا مع الموضوع انه فرصه، شلون نتعامل مع الموضوع بزنس ونعتبرها وظيفه عن بعد، ترى اعتقد انها حاجه كويسه.
ولو بشرط انه 10 ممكن توظف 200. انا برضو احتاج مثلا ممثل لسلطان الهميلي مثلا في تبوك، وممثل في جازان، وممثل في نعيرية، وممثل في املج، ولا لا تحتاجون حاجتهم والله. احنا الحين هنا مقيدين، لا جوال لا ذي ولا ذيك، يعني حياتنا كلها او عملنا بين يدينا. انا اعتقد انه فريق الدعم اللي انتم اخترتوه هو اللي لازم يكمل المهمه اللي قاعد نقولها هذه. أيوة الليله يبدا فيها، الليله يبدا فيها. طبعا مو بس المهام اللي قلناها، ايضا ارجع اقول لو واحده محاسبه ممكن مستقبلا يحتاجونك، لو واحده مثلا اتش ار، اداره تواصل اجتماعي يحتاجون، اداره توها قانون ممكن. إيه شكلك ناوي يعني. لا أنا براك بحط محاسب بس وأتوقع بيكون أوف عند طول الفترة مرة بالعكس يا حماد، أنا أول واحد داعمك، أنا أول واحد. حتى اللي ينشرون يكتبون تغريدات ويفضلون مثل حملات فريق النشر هذا إيه؟ يحتاجونه، ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. لو يبغون يجون أعطيناهم والله إني أتكلم صدق. طيب من سعى في نجوميتنا نسعى له اللي يبغى. وانا ارجع اقول للشباب اللي ما سمعوا، اي واحد ممكن يكون فريقه ترى انا مستعد اقدم له دوره مجانيه للفريق يعني للجميع يعني. الله يبارك اللي يكون منكم، ما لنا فضل بالعكس، احنا والله نفرح بنجاحكم. الله يجزاكم خير. والله اني كنت ابكلمك بعد برنامج في دورات لهم بتكلفتها بامورها. لا 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 حاضرين، عشان يستفيدون هم. حاضرين حاضرين، لكن ما وترى عندهم بعد بالياف. وترى بمناسبه قد حصل واحد طلع من برنامج الواقع واشتغلت انا وياه وسوينا فريق، مع هذا الكلام كان قبل كم سنه يعني، وماشيين. انا جلست مع فريقهم، شكرا جزا الله ليهنك. انا جلست مع فريقهم واجتمعنا اجتماعين ثلاثه اربعه شاهدة. كان عندي في المكتب وكان زوم وانطلقوا عز الله انك ما ولا ادري ايش صار معهم، بس اللي عرف انهم مشوا فعلا. هم يحتاجوا ادوات تطويريه لهم الدورات دي، دوره دورتين ثلاثه، فاحنا حاضرين ما يحتاج يعني. ان شاء الله خمس دورات لهم عندك ان شاء الله. ابشر يا سلطان تمون انت. تسلم الله يخليك. كيف يستاهلوا. طيب عقرتوه ها؟ شلونك يا حماده؟ طاب لونك، الله يشد من حالك. شلونك الله يحييك؟ ابشرك خاطرك ما هو ب والله مشتاقين. لانك ما جيت امس. بس عشان ذي؟ دموع يا اربع باربع البارحه. والله العظيم انك من الناس اللي انتظر. الله يرضى عليك يا والله يا ما نحصل منك الا المقابل الزين والكلام الزين والابتسامه. ابد يا حبيبي، احنا البعض ما يحتاج لا في خصم ولا في شيء. واذا قلت هنا زودت على 200 نقطه ايه جلك والله تسلم. ابد يستاهلون والله الحاضرين ب 200 نقطه. الله وجهك كلنا الاعداد ها 200 من 200 كلكم من 200 يض الله وجهك. لاني انا ما يا الاعداد انا ما اعطيتهم الاسبوع اللي راح ولا اللي قبله ولا اللي قبله، فانا مختشها لليله. كل واحد حاضر معي اليوم ياخذ 200 نقطه. الله يسعدك. آه وش بغى والله ما الله وجهك. فرق الدعم يستاهلون ولا مو بذا الحين نعطيهم نقاط شوي شوي. انا تحمست من ذا الحين والله شبت شباب خلاص فرق الدعم اعطاهم درات. انا بس عشان بسام، انا الشباب اللي ما حضروا الكتاب هذا لو ما تقرون منه الا صفحه واحده بس ترى هذا اللي يبيها. انا هي في صفحه متكرره شرحتها للشباب اللي حضروا. الاسئله التسعه ذي اذا جاوبت عليها وحطيتها هنا ترى امورك في السليم. بس طيب ابو مبارك كيف التعامل مثلا مع الجمهور مثلا اذا بعض الاحيان الجمهور يزعل عليك يفرح منك، كيف اتعامل معه في الامور هذه؟ اعطني مثال عشان استوضح اكثر. اليوم مثلا جاك نقاط في المطبخ خل ما جاني نقاط مثلا، غبت عن البث مثلا ثلاث ايام زعل علي الجمهور، كيف انا مثلا ارضيه ولا فهم شيء مثلا عكسي كيف اتعامل معه؟ طبعا انا ماني بخبير في برامج الواقع صراحه ولا متابع، ما ادري كيف يفكر جمهور الواقع صراحه، أنا عشان ما اتكلم في شيء ما اعرفه. لكن الاصل انه زعل عليك لمصلحتك، اعتقد ان هذا الشيء. الشيء الثاني يفترض انه برضو الجمهور يحسن الظن في المشهور، ترى غاب يمكن عنده ظرف، ترى في امور. انا اشوف المشهور قدامي حماده كذا بس ما يبدا داخل جواته، ماني بعارف ان جواته 50,000 انكسار واشتياق ومشاكل وهموم وعنده مشاكل انت ما تدري عنها، فانت تفترض انه لازم يكون في كامل السعاده يوميا. ما هو على كيفك ولا هو على كيفه هو، ما كل الايام تصفى. اي فكل ايام تصفى، لا بد انك تحط في بالك انه انا كجمهور للمشهور يفترض اني ادعم ما احطم. وهذه بمناسبه فرصه نرسلها الكل، لان انا اشوف احيانا في بعض الناس في تويتر
سهل جدا يكتب كلمه شينه، يعني سهل مثل اكتب تغريده، انا مثلا اكتب الشاهي لذيذ، يكتب فرحان بالشاهي توجهك، بالله وش استفدت من الكلمه ذي؟ يعني انت الان على اساسك ضحكت الناس ولا يعني ايش استفدت؟ الامور تطورت وصاروا يدعون علي على زملائنا، يعني الحين يجي واحد يحبني يدعي على حماده، يجي واحد يحب حماده يدعي علي، وصار يعني الدعاء مقدي مقدي مقدي. فانا هذه رساله دائما ابدا، يعني حط في ذهنك شيء دائما، اذا ما قدمت كلمه طيبه اتقدم كلمه شيء. اتقدم كلمه شيء، تراك انت احيانا تكسر واحد وتسبب مشكله كبيره وانت ما تدري عشان تغريده. ترى في ناس تضيق صدورهم، ترى يعني انا اذكر قديما، يعني يمكن انا اقل واحد تعرض النقد الحمد لله، فاذكر كان في برنامج واقع قديم، يعني كان يجيني نقد استغرب لاني كنت اقيم تقييم، فاحيانا اقول الحماده ما يترشح ويجي نسب، فكانوا هلي يقولوا لي يا اخي ايش يدعون يتكلمون. انا بالنسبه لي عندي لياقه في الموضوع هذا، انا في الاعلام واعرف انه الموضوع لاي نجم لابد يكون عنده قوه نفسيه، وتكلمت عنها في صناعه النجوميه، لازم يكون عندك قوه نفسيه للانتقاد وللفضول وللمشاكل، لكن القوه النفسيه ما هي عند مرتي ولا عند بنتي ولا عند امي ولا عند اخوي، فما هو طبيعي ان ننتقد. يعني خلينا نتعامل مع الاعلام برقي شويه، التعليقات الايجابيه، الكلام الايجابي، كلام محفز، اذا اخي شفت شيء مجاز لك سكيب، صح، مو مضطر انك تغرد ولا اذا طبعا. مره بلوك وريح راسك، صح. ما انت مزوم، انا يا كم واحد من المشاهير ما طيقه، انا ما طيقه بلوك، ترى بلوك ذا نعمه، بلوك قبل لا تكتب وقبل لا تعلق وقبل لا تسال عدهم، لا تشوفه ولا عاد يشوفك، بس انتهينا. طيب خلينا نغرد خارج السور يا ابو مبارك، شلون الموضوع لما اجي طال عمرك انطرح مثلا موضوع في السوشيال ميديا، الله، موضوع انا كنت مظلوم فيه مثلا، وواجهت حملات من الجمهور بشكل كبير، اساءات الى اني، هل الموضوع هذا اني انا ابرر بشكل مبالغ فيه ولا ابرر بشكل طبيعي او اني اسفه؟ طبعا هذا كلام لكم انتم كاعلاميين، النقد ينفعك اكثر من المدح، يا سلام، في الاعلام الانتقاد يخدمك اكثر من المدح، هذه مشكله الاعلام الرئيسيه، ان الاعلام يعتمد على زي النار تعتمد على ايش؟ على الحطب، صح؟ صح، ترى الحطب اللي في الاعلام هو الانتقاد، كل ما كثر الحطب كل ما شب ضوءك زياده، فانت ريح نفسك لا تزعل. وذاك استغلوها بعض الناس، بعض المشاهير استغلال سلبي، انه صار يتعمد انه يرتكب حماقات، يتعمد عشان ينتقدون، علشان يكثر الحطب، واذا كثر الحطب عرفوا الناس اكثر، يعني. ولكن هذا الموضوع انا دائما اقوله، يعني طبعا واحد من العرب القدامى يبغى يشتهر ما قدر، حاول قديم، قصه يعني معروفه، فراح عند الكعبه وقضى حاجته في زمزم، لعنوه الناس وضربوه، قال انت ايش جاك انت؟ قال اود ان يذكرني الناس في التاريخ ولو اكرمكم الله ببوله، ما عندي مشكله، اهم شيء يذكروني، اذكروني بس، اي بس يذكرونك، احنا نذكر ابليس، نذكر ابو لهب، نذكرهم لحد الان، تبت يدا ابي لهب وتب، يعني انت حاول دائما، طبعا هو انك تبحث عن الشهره بالطريق الصعب اللي هو الايجابي صعبه. هلا حمد، فيه نفس القصه هذه مع في عصر افلاطون، الشخص اللي يزعج افلاطون كل ما تكلم افلاطون قاطعه، لين قال له اصمت يا كلب الله يعزكم، فاشتهر بكلب افلاطون. مستانس بس يبي يوصل لاي شيء، اي لقب، يبي اي لقب، ليت الله هنا ذا اللقب، علشان كذا نقول ان الشهره سهله، الشهره سهله، شوف الرجال شو يشتهر فيه ولا لا الانسان شو يشتهر فيه. هذه نقطه. النقطه الثانيه نفكر دائما، عشان كذا لما اتكلم انا عن فرق الدعم عندكم بعدين مستقبلا، ترى يا جماعه والله اتكلم معكم من جد، اليوم الساحه تشبعت شهيد بالمشاهير اللي يقدمون محتوى متعب، وهذا وانا اقولها على كلام الملأ الان، اليوم هي فرصه كبيره جدا اللي يبغى يبرز انه يقدم محتوى كويس. ترى قبل فتره، قبل الشهره والسوشيال ميديا انفتاح حق ذا، كان الناس في الغالب كلهم يقدمون شهره كويسه، محتوى تلقى اللاعب هداف لانه لاعب والمغني يقدم البومات كويسه، وممثل يقدم اعمال دراميه، والشيخ يقدم محاضرات كثيره، كل واحد في مساره. شاف السوشيال ميديا حاست الدنيا، صار يصير واحد مشهور لما تقول وش موهبته فلان ولا فلانه، ما عندها اي موهبه، كلمه ترفع وكلمه كلمه بس واحده مثلا. فلذلك اليوم هذا ترى اللي بيحقق محتوى كويس
ترى بتصير شهرته أسرع. محتوى حقيقي يعني، محتوى تقدم. ترى عندنا مثلا في السعودية، احنا على وجه التحديد عندنا ترى محتوى جغرافي ومحتوى ثقافي ومحتوى تاريخي وحتى محتوى الآن تقني جديد. يا سلام، جديد يعني محتوى اللي هو الحضارة، هذا محتوى حضاري. فأنت لما تكون ذكي ومواكب الشغلة هذه وقاعد توعي الناس، يعني تخيل معي أنت لما تقدم مثلا محتوى يعرف مثلا بمطعم مثلا بتاريخ، بقصة كذا تقدمها بشكل جميل، مثلا قصة مطعم ماكدونالدز مثلا، سامحوني على ذكر الاسم يعني. كيف نوصل لهذه المرحلة؟ لما تقدمه بشكل ذكي وتقول شفتوا المطعم هذا ترى صار كذا 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 كذا، وتجيبها مختصرة وذكية واسلوب حلو، ايش بيصير؟ ترى انا كل ما شفت ماكدونالدز بتذكر سلطان اللي قال قصة. اي والله اذكر واحد من شهير قال القصة دي. كيف كان؟ ايه، ففي احداث كثيرة. فانت لما ترتبط بالقصص النجاح، ترتبط بالاحداث الموجودة، واليوم انتم تشوفون في مشاهير صاروا متخصصين في شغلة معينة. خلاص، في واحد مثلا مصور، عندنا مليون مصور في السعودية، قال لا انا بصير مصور مثلا الأسرة الحاكمة. صح. صار. صح. وصار مشهور، صار يقدم شيء كويس، اختصر موضوع. اوكي، واحد يقول لك لا انا بتخصص في تصوير الاغذيه الاطعمه، صار مطاعم كل مدفوع له اهم من 1000 مشهور. صح. واحد يقول لك انا بتخصص مثلا في السيارات مزات يعني شوف، ما هو لازم ترى تكون مهبول عشان تكون والله عند لا لا، خلك متخصص في شغله دقيقه والناس يحتاجونها، تضرب معك ترى. الشيء اللي تشوقون له الجمهور. طيب كيف اختار المحتوى يا ابو مبارك؟ انا ظهرت جدة يوم العيد. قعدت تلف بالسياره في جدة، والله ما ادري ايش اصور. فعودت اغني لهم في سناب. لا زين الله كلهم الغل اشتراك. هذا السؤال كبير وما اقدر اجاوب عليه الان، اللي لازم نسمعك ونعطيك اسئله وما اسئله وما اسئله حتى نوصل المنطقه اللي تحبها، لانه في مجموعه اسئله نسالك اياها عشان نشوف وش الشخصيات اللي انت تحب تتابعها. لان لا هذه مؤثره فيك. يعني مثلا انا والله لو الاحظ مثلا ان انا احب مثلا عمر بن الخطاب تاريخيا، واحب الملك فيصل، واحب محمد بن سلمان، فالخط واضح انه خط القوه، فمعناته في شخصيتك القوه بارزه. طيب تعال، من اللي تتابع مشاهير حاليين؟ تقول والله تابع فلان فلان. طيب متى تكون في قمه تفاعلك وانتعاشك؟ كذا كذا مجموعة أسئلة حتى نوصل لمنطقة البطولة اللي عندك. بدي أقول لك حاول تركز في المحتوى الفلاني اللي تلعب فيها. إيه، ركز في المحتوى الفلاني الفلاني، تجيك خيارات. طيب تسوي لك أنت بعد البرنامج يا مبارك إن شاء الله. إن شاء الله حاضر. قلت سألتك إياه وإلى الآن ما استوعبت. بعض المرات يعني أسبوع بصور 10 أيام أبي أجلس لحالي، أبي أعيش بدون سلام، أبي أفرغ لعيالي، أبغى أفرغ لربعي، ما أبي أصور. شو الطريقة؟ وش يعني وش السؤال السؤال ان في فترات ما ابي اطلع في السوشيال، ابي اغيب. ونفس الشيء ما ابي ازعل الجمهور. قلت انت ووصيت عليه، انا ما استوعبتها. قول ما حد نهته. اول شيء اذا انت وصلت لمرحله انك تاخذ فلوس على ظهورك، ما انت بجالس 10 ايام عشان ترتاح. عرفت؟ فهذه أول نقطة. لكن حتى توصل المرحلة هذه، وصلت المرحلة، لو صار الغياب 10 أيام، لو صار عندك غياب ترى طبيعي، طبيعي تغيب. هو هذا الطبيعي، إنه يكون في إجازة. حتى اللعيبة الآن تقام شهر راحة، يمكن يأخذ تدريب وكذا، لكنه ما أخذ الانقطاع هذا. لكن الانقطاع لابد يكون فن، أنت لازم تخطط الانقطاع، ما يكون انقطاع خاضع للمزاج. لا، أنا مرتب نفسي إني بشتغل شد حيلي 3 شهور، وبعد 3 شهور أبرتب خطتي الترفيهية، أبطلع مع من وبروح وين ومدة كم وش بسوي. يعني واحد من الشباب صديق لي طبعا، هو له علاقة بالإعلام، قبل أسبوعين من الآن قال أنا بسافر ترى في الدولة الفلانية في المكان الفلاني، أعطاني العنوان والمنتجع اللي بروح له وبجلس أسبوع، ترى ما حد يدري وين بروح. كنت أتابعه الأسبوع هذا الحالة. طبعا هو رجل ناجح صراحه جدا يعني، وانا ملهم بالنسبه لي. استانس لاني كنت اتابع، هو ما يرسل لي على الخاص، بس اشوف كيف يسوي باليوم، يقوم الصباح لين يمسي يوريني، الان قاعد اتعشى، الان اتغدى، الان افطر، الان بروح اسبح، الان بسوي كذا، الان عندنا جوله كذا، في مهرجان كذا، في حفله كذا، في وضع كذا، والان جالس
أول يوم ثاني يوم فلها، اليوم الثالث ولا بدأ يطلع اللابتوب صفى ذهنه بدأ يكتب، اليوم الرابع ولا بدأ ينجز شيء جديد. طلع من الأسبوع هذا وقابلته أنا يوم جاء قبل كم يوم ووراني خطة اللي طلع بها، خطة حقت سنة قدام، فاستفاد. كتاب هذا خطة نجوميتك هذا ترى هذا أنا مؤلفه في فندق، أنا مؤلف الكتاب هذا في 5 أيام في فترة عزلة. طبعا رحت في عزلة الحالي في فندق معين في منتجع معين في برا السعودية، وجلست 5 أيام أنا خطط أني طالع خطط نجوميتك وأكتبه. جلست 5 أيام، طبعا لا تتخيلي جلست 5 أيام ذا منسدح، لا لا لا، برنامج أقوم الصباح وأخذ لي رياضة في الجيم وأرجع أفطر وأروق، طبعا أجلس لي 3 ساعات وبعدها خلاص أنام وأقوم أكمل يومي، ومن بكرة نفس القضية، 3 ساعات خلصت الكتاب. عرفت؟ فأنت لما تخطط الترفيه برضو لا تخلي أنت الإجازة عندك أنها، أنا طبعا فاهم قصدك يا حماد أنه عيالي وذولا، هو لا يفترض ترى أن المشهور يكون طبعا ملخبط، يفترض يكون منظم، ويفترض أنك ما تنسى اللي حولك، ويفترض أنك ما تنسى نفسك. وعشان كذا في الكتاب في الأسئلة هذه 9 بعضها أسئلة شخصية خاصة فيك، لو تقرأها 9 تلاحظ أنه يمكن نصف الأسئلة 50% منها عنك عن علاقاتك وعن صحتك. فأنا ماني مع الانقطاع، مع الاستمرار الدائم، ولاني مع الانقطاع المزاجي، أنا مع الانقطاع المهدف بس. سلام. استوعبت ولا ما استوعبت؟ يعني فترة العزلة بعد يعني من فترات الناجحة فعلا. طبعا طبعا أي رجل خاص إحنا الرجال، أنتم عارفين إنه الكتاب الشهير الرجال المريخ والنساء من الزهرة حق جون غراي، هو كتاب يتكلم عن شخصية الرجل والمرأة، يتكلم عن الرجل انه الرجل يحتاج الى الكهف، يقول يحتاج الى الكهف كل فتره. لا يعني بعض الحريم الحين متزوجين انقطع الرجال منها تنهبل، وش راح وش يسوي؟ هذه شخصيه الرجل، لازم ينعزل، يا يروح استراحه يا يسافر يا يهج، لازم، هذه شخصيه الرجل لازم ينعزل في الكهف هذا. فتكلم عنها في كتاب هذا، لازم العزله دي، انه يروح لحاله يمشي يهوجس مع ربعه يقنص يكشت اللي يكون. انا عندي فتره عزله سنويه او كل 6 شهور تقريبا، بسم الله ما قد ألفت فيها كتاب، بس إني أكتب فيها أمور خاصة لي وأنقطع من الجوال من كل حلو حلو. أخذ معي جوال اتصال حتى ما في سوشيال ميديا، وهذا هو الصح. ترى ما لازم كلكم تكتبون يعني، مع أن أنت سلطان، بس إنها برا غلط، لأنك أنت عندك أنت تقدر تكون أنت كاتب، والله مني تقدر تكون كاتب، شخصيتك تجي من هذي. طيب والله ما قد سويت فترة العزلة. ما في حد ممكن منشد الشباب نسمع صوته، ترى انا ما الا خالد. يلا يا خالد. انا يا ابو مبارك. لا ما اقرب. انا ترى ابو مبارك. ابو مبارك بسم الله. لا معلش اسمح لي احطمك اليوم، ولا نبي اسمك. السلام عليكم. ما شاء الله حمد. حمد وين؟ الاصوات المودله نسمعها. ابو مبارك ما نبي نسمع حمد، كان غنى بهنيل اصلك. بس ما بسمعك، نبي نسمع من خالد. وعطونا صدى يا اعداد. عمو منيب. طيب ما في الا شيء حلو، ما عندي الا حزين. طيب وتفكير. روح عطنا رسائل الشك. طيب وتفكيري قديم. يلا انا مو الهان، ايش الوقت؟ طيب وتفكيري قديم، عايش زمان عبد الحليم، أثر القلوب تغيرت والناس تضرب في الصميم، مدري الزمان جيت خطأ ولا الزمان نفسه خطأ، لأن الأكيد إن التعب لا صرت ماشي في السليم. طيب وتفكيري قديم. الله يسعدك. احسنت يا خالد، ما شاء الله عليك، لا موهبه. حمد لبيك. ما نبي شيء، بس حبينا نمسي عليك. والله يشوفك معنا أنه يزيد في العمر. يا حلوك. إي والله. أحس كل ما المخ راسي أكبر. يقول ترى حتى المرة اللي راحت عبد الله. يا ولد أحس كل شوي يطلع شيء يتنشط في بالي. يوم أسبوعيا. فيكم بركة كلكم. تطوير ذات. وتحيتي لكم وللشباب اللي راحوا. يعطيك سالم الشيخ. حنا وقتنا خلاص عازف. خلاص؟ إي خلاص. مو بكلام ذا يا أخي.
وش يسوي؟ تراك وعدتنا يوم جاي اسمع. اي باجي معكم ابشروا والله انا ودي بس خلاص برجع على البرنامج ما قال اسمع. وش اليوم تفضلون انتم؟ اي يوم لك انت اي يوم تعال انت يومي. انا باجي من بعد الساعه 12 في الليل. مرحبا بس انا ما بالليل. الى متى البث عندكم؟ الى 6 الصبح. والله ابى اجيكم 12 في الليل الى 6 الصبح. والله العظيم وعد ابشر نظره وجهك. اي بس ما تسوون فيه مقالب تجننوني. لا 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 سعد انا باجي ساكت ساكت لا بد هنا جلسه ارضيه. البس طقم رياضي بس البس طقم بس طقم رياضي. لا في نقاش وفيه في ما بتناقش. لا لا بيجي عش معكم كمتسابق لابد ويعاقبوني. اذا دامك تعيش معنا بمبارك المتسابق ترى بتلاقي عمرك يمسبح. ما يخالف موافق خلاص اللي بيقدر منه بس كفو. وسياف معه سياف ابو رقم. انا سعيد فيكم الشباب نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. الله يسعدك. شكرا لكم. وانا اكرر بس في ختام الحلقه دعوتي لفريق الدعم لكل متسابق. اي بالله يعني لا يكون كلامنا بس سوالف. انا ودي من الان يتحركون واتخذوا قرارات وان شاء الله الفريق اللي بيكتمل بالتنسيق مع المشهور او النجم اللي معهم ترى بنضبطهم يضبطون. ايه كامل الفريق الجميع ابو مبارك كل الفريق كامل جاهز. مره لا بدور ولا دورتين مره حاضرين احنا حاضرين الفريق كامل. اذا خلصتوا اللي بيطلع منكم يزور المكتب واجتمع انا وياه فريقه. انت الله وجهك استودعكم الله باللي بياذن منهم. الله يبيض وجهكم. اللي بياذن خالد. خالد هنا 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 استودعكم الله يا شباب. حر المسجد فما لا شباب معذورين يا شباب الله يحفظكم. يلا يا خالد يلا 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 اذان فما لا شباب فما لا فما لا.